شلونهم الشباب؟ شلون احوالكم؟ تحياتي للجميع. يلا شباب لا تنسونا باللايك، واللي ما مشترك خليه يشترك. الله شاهد، يعني شريد يخسرك يعني، هو يعني بس حطت اصبع ما تخسر شي. شاهد الله مثل ما شاهد، اط لايك فيد غيرك، رب العالمين يفيدك، جزيل الشكر. اليوم شباب هاي المخاليف طبعا سالفتها انتهت، يعني صارت كلها بالتواسع وخطرة. الله شاهد، خطرة يعني مو شلون ما شلون، يعني قاموا يدفنن، يعني حتى فصلهن بعد ما اقدر الحي عليهن زايد. الحمام شلع ذب وجوهه، يعني شوف حمام كله وجوهه ذبه على الطهر. شوف يعني شوف هذا حمام ذب وجهه، اصور لكم. نعم حمام يعني كله ذب وجهه، يعني بعد ما يلح عليه دوم، يعني حتى لا طير هسه ما لح عليه. المخلف من يصير بهيج عمر خطر، اك عالة بالست رياش بالسبع رياش تقعدة بعد ما طير. احنا الحمد لله والشكر يعني من 25/3 لسه هن طائرات، لما هسه صارن. شوف عندنا هذا واحد هنا منشود، هسه الشباب عندنا هنا جوا، هذا عندنا واحد، هذا عندنا واحد قصيته لان سالفته تعبت كلش، يعني اعرف قام يروح اكو بيت نايمنا عالي، يروح يصفق لما يقعد عليه. الله شاهد لما يحط مشكلة. وعندنا هذا نضرب السين تقريب 100% ان شاء الله زين، بركة الله. خنطبها سجراويكم نراويكم. عندنا هون 2 فرخات، شوفوا وجوههم، شوفوا وجوههم، يعني خط هذا مدنبس، هذا المدنبس يأذيه. الله شاهد دايرين يقعد على السقايف ما يدري بروح لين قاعد، هو على اليمن جاي الموسم. وعندنا هاي ان شاء الله فوق 80، 84 هسه هيك نسولتها تقريب هيك منا تبيهم ان شاء الله. شوف هذا اشعل، شوف وجهه خربط تخربط، يعني البناتي كلها من جوه وجهه كلها قاطفه. هذا شلون يتحمل الداير مال هاي الوادي منتهي الصفاق؟ شوف هاي المشعشعه انقت منه بعد، قاعدين لك ركبه ونص. وعلي يجي الموسم الا اتوهم وشفاعة العباس ابو فاضل. شباب هاي نسول الطيور، هسه شنو؟ وهسه طيرنا الفرخات، المخاليف يا فرخات، لازق الفرخات. تقريبا هسه الفصل الرابع، الفصل الخامس، يعني ما مقعد صبحية هم ركضت، شهادة ديتها هم طبت، بس انا خايف عليها، يعني حرامات تطمع عندها 1-2، كان سالفتها خطرة. وسعوا في طائرات ونطب نشوف شنو ما شنو جوه. يا الله تأخرت، هذا واحد شباب الشمس سبوتشي، لان تقريب الساعة هسه 7:45. وش عندنا هنا؟ عندنا ابن هاي مشعشلة، عندنا هذا واحد، هذا حافي، ما عندنا شيء بعد هنا.
عندنا وين هذا الفحل؟ شباب هذا الفحل راح ازوج هذيك الطيرة مشعشرة الحافية. بركة الله يذبلنا يا حلوات. الطير هذا بعد ما زاق عدي ونشوف شو طفلنا. حصلنا فحل واحد من عنده شباب. وعدنا هذا الطير قلت لكم عليه، طيرته توفت. ربيت لهاي طير عدة حبشة، لأن هذا الطير بعد لسه ما ملبن عندي صغير، زوج وماتت ظل يعني. وهاي المخاليف وراح تقعد. والله الصبح خبزته إلا شوية صاحبنا كفيل أكل عباس، لو مو هاي الجوعية الصفر والله العظيم قعد. أنا اثنين مو واحد، شامل بأسود وذن المقاطع موجودات يمي، شامل بأسود بعد واحد وياه ومس حطن عندي هنا اثنين هنا أنا. وعصى الحمام ما يرضى يتحرك، الله شاهد ظل جامد الحمام مخروع ما عادش بيه. خلنا قامر راح له، وجاي الشتاء ان شاء الله بذن الابطال والحج نشوف شنو، شوف الفعل شنو. هذا السيم قريب علي كلش، شوف حطن وما ارضن حطن، الله شاهد فحطن شباب. وصدق عندي الكاميرلي وشعلة بيضا، وان شاء الله يذبن كاميرليات بلكة الله. راح اداور بيضاتهن. وهاي المخاليف استوها قعدت، دعين كل من تابعنا شباب لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة شباب. نزلها سوية شو تقولون منا ونقطع الراي، رايكم كل من يتابعنا ويعطي لايك. هناك اكل، هناك واحد حاط بولندي ما اعرف شنو، ما شوه شمس. وهسه شباب ايش قاعد ادوراني، قاعد ادور ارفلي الهاي الطيرة، يعني صارت تقريب بريشة التاسعة. اي والله هذا قدامكم انا عرفتها من البداية لان هي طيرة فحل توفى وظلت بس هاي الطيرة، ادورلها على فحل. وان شاء الله مثل ما قلت لكم اسوي لي 10 للونسة، 15 ان شاء الله ارافل. زين هسه شباب هم يردني بيضا هذا الطيرة وهذا الفحل، هم يردني بيضا تحياتي للجميع. وهذه الطيرة مبيضة والله ما ادري وين فرخة، لا والله اتمنى اليوم اشيلهن البيضات ما اخليها. واكو فرخة صغيرة كامشها قبل فترة، طبعا ذاك راح يقوم، قبل فترة كمشتها وقلت اعطيها الولد وبعد ما راح انطيها لان قام تفتر عدي، وراح اخليها وياهي لان هي تكطير واني معوض طواير. ديجة هي تقريب بالريشة الاولى هناك حطت، والله ما اشوفها ذيك. والله لو فعل انطيها بس ما تضبط العطينة ما انطيها. وذاك شباب يريد يجي لهنا، والله لا عايز يصير احلى فيديو. هسه شباب ظلوا وياي، راح انزلهن واطببهن وافتح الطيرة والفحل المرعبة للشتا يابا. هل يخلونها ترتشية بذانهم؟ والله قعدون للفرخات انا لكم، اذا ما ترس هذا بيكم شرف محمد. صدق وذكرت يعني سالفة، اكو ولد كاتبنا، طبعا تحياتنا الى ايش كاتب، كاتب
وياي. تحياتنا لو كل المحافظات. اكو ولد كاتب ما اعرف انت كذاب ما اتذكر كتابه، يقول من تخبط دورك ما تصورها والتضال تنقص. اقول لك يا بعد عيوني سبحان الله ما ينقص، شنو يعني؟ واذا وقعت طز بيها يعني، الله شاه يوقع عن 10 اذب 50، والقادم افضل ان شاء الله وشوفه بعينك. وتحياتنا لك حبيب الغالي، ما اريد انقصفك وانا احكي عليك بعض الله يمك. هاي رجعناكم شباب، شوف نزلت لنا صعدنا هنا كثير من رحلة للتليفون، ومثل ما قلنا لكم شباب وطلعنا هذه الطيرة والفحل. يا جوعانات يلا شباب لهنا وننهي الفيديو، ولا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على مود يوصلكم كل شيء جديد اول باول. شباب احنا مثل ما قلنا لكم كل 3 ايام ان شاء الله او يومين ننزلكم فيديو. تحياتنا الى الجميع، والمضغوطين موتوا موتوا، اكو كم واحد يعني مو ما لنا علاقة بالقناة، شباب يعرفون انفسهم. تحياتي للجميع وثيما الله.